مومو كان عندي انايا هو اللي هبطت عند الحناش. سعيد ركز معايا عافاك اسمعني غنقول لك واحد الحاجه مهمه. اسنايا هاد البوانيات الخضرين حاول تحلهم يقدروا يكون فيهم الكود. حاول تجرب تاهما. ويلي ويلي هبطت عند الحناش وبركا نقلب على واحد النمره. تخيل معايا شاد كنا خطره شاد حناش وكندورو الناس كتشوفو مع التلفازه. دابا وليت كنهزو كندورو نحط نقلب على حناش صغير كبير هذاك الشيء وكنقلبو زعما سيتي اكسترا. سعيد ما يخوف بالعكس انا ما خوفش انا مت راه مت ما نخافش من الحناش. واعر داك الشيء تبارك الله عليكم.